يلا نكمل. ومثل ما توقعنا عندهم مباراه وظاهر فريقهم فايز المره اللي طافت حسب ما قالوا لي، فمشجعين الشباب. في سكيورتي هنا، في شرطه، شغل عدل، حفظ الامان، وشيء يطمن يعني. على العموم هذا شارع الباونه، شرحناه من زمان. يمينك ايضا محلات، مني كثير مساجد، ممتاز. وهني ايضا كثير كنائس عندهم، تسامح الاديان هني بشكل رائع جدا صراحه يعني. فنعبر الشارع، اللي بروح يمين يروح يمين، واللي بروح يسار يروح يسار، لكم دينكم ولي دين. المهم نكمل. هذا الشارع جميل، وراح لاني نوعا ما تعدينا فترة الغداء، ما تغديت، بس رايح المطعم نظيف ورخيص وكويس، راح ادلكم عليه. ما تشوفون يشيكون، تشرب ما تشرب دير بالك. الفريق الاحمر والفريق الاخضر، سلام، متحمسين الشباب. الاحمر والفريق الاخضر، سلام، متحمسين الشباب. لا 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 لا، هوشه هوشه هوشه، مو زين. جروا ليش؟ قلنا لكم لا تشربون، ليش تسكرون؟ الا يعني سوي نفسك فهلوي وبهلوي. يلا هذا اللي يشرب. الله جمعوا عليه. واو مشكله هني، دير بالك ابعد عن المشاكل. ها يلا نكمل. مثل ما قلنا الشارع ايضا يمتد لي على اليمين وعلى اليسار. المكان هذا نفسه، هذا شفت المكان هذا تذكروه، بس اذا تبيون هني خليه بظهرك وتروح لبسة تاتاري، تروح سيده، شفت البرتقال اللي هناك؟ هناك سوق شعبي، خضار، فواكه، مطاعم رخيص ونظيف، وفي تسوقات حلوه صراحه يعني. تليفونات اللي تبي هناك، اللي هناك ابو كيلو تقريبا. شارع الباونه تقريبا طوله ما شاء الله حجاب متوفر هنا. انا اشوف صراحه افرح اشوف بنت محجبه صراحه. فالشارع طويل طوله كيلو وين بالضبط، وممتع جدا. هو المركز ماني عايش عندهم ابو تشاينا اليوم، التشاينا اليوم طربان اليوم نعنش يا ويلهم، اغلبهم طلبه مثل ما تشوفون، اغلبهم طلبه مثل ما تشوفون. ايه الصين والله راح يكتسعون العالم، والله يكتسعون العالم. جايين هني قاعد يشترون اراضي، مثل ما قاعد يشترون اراضي في استراليا وفي نيوزيلندا وفي امريكا، جايين هني يشترون. انا قاعد اشوفهم بكثره، الله يرزق الناس. كمل. ايه هي الموناليزا، والله ما بطت شبدي الا هالصوره هذه، وين ما اروح القاها. يعني شنو اللي ميزه يعني؟ والله والله تحرك الكويت، ما تروح كل مكان تشوفك، تخيلات بس تكون علينا. وسمها واحد مشهور وخلوه لنا تحفه، الله يضحكون على الناس. لا تضركم الشغلات هذه يا شباب. انا حطيت لي قناه، صار لي مسافر لي 70 دوله، ما حد عمل لي لايك واحد بس. يلا شباب لايك لايك، اصرار وعزيمه رغم المطر، ناس تبي ترزق الله، شيء طيب انا يعجبني. يوم التتار يعني عندهم عطلة اليوم، فهذا بالضبط نفس شارع نظامي، نفس الطريقة ونفس الليتات، واليوم زحمة لأن عطلة شوي، بس بالشتاء 30 تحت الصفر انسى تلاقي قطو. فعطلة هنا عندهم، والمسجد مني وهوتيلنا شقة دقيقتين يسار، هذا بيتنا مشي يعني، موقع ممتاز، عندهم شغلات حلوة هنا يعني. تقريبا نفس الطريقة اللي في باكو، نظام ستريت هذا بوام بوام مان، وهذه اللعبة تقول لك أنت تدفع 500 نعطيك 1000، بشرط أنك تصعد
وما تهتز فيك، فإذا ما لفت فيك. وشوف اللي يمسك البزنس منه، شوف اللي مسيطر على البزنس، يعني بالله عليك بالوطن العربي تلاقي ما غير بزنس شحلاته. يا عمي هذا البزنس الناجح، بس بزنس طبيعي ما في غش. ولك خمس محاولات تدفع 500، إذا وصلت ومن غير ما يهتز فيك الدرج يعطونك 1000. وهم طبعا، والبنت هذه أنا شفتها تصعد ولا تهتم، وما وش حالاتها. سوق باومان سوق جميل جدا، ونفس البنت اللي كانت السنة طافت موجودة هنا قاعد تبيع عطورات، غيرت النشاط ما شاء الله عليها، ووريتها الفيديو اللي السنة طافت، فجدا استانست. هي كانت تسوي اللعبة اللي هناك، تذكرونها؟ شوي متغيرة، قالت أنا كبرت شوي، والله كبرت شوي. نفس البنت، وكثير استانست على الفيديو يعني. السنة طافت وإحنا الحين في نفس الوقت، وصراحة شارع حيوي في باونا ستريت أو باومان، إحنا نسميه باومان، بهو هو باونا، نص السيتي بالضبط. قدامك مسجد غول شريف، وهني يجيك نهاية الشوبينج سنتر الكولسا يسمونه. سياح نيجي رغم المطر، ناس مصرة، أغلبهم سياح روس، سياحة داخلية. ركز على هذا المطعم، هذا المطعم أمسيته مطعم حلال مثل ما تشوفون. هذه الكلمة حم فوق عجبني صراحة، حمامات الله يعزكم، وأيضا مصلة للنساء وللرجال. إذا أنت جاي لازم تجي هذا المطعم، وأيضا أسعاره جدا رخيصة، شيء طيب. ركزوا على هذا المطعم، شفتوا العيدة ثاني مرة، ناخذ شوية وقفة عليه عشان أستعرف. ناخذ شوية وقفة عليه عشان أستعرف. في مطعم على يدك اليمين جنب مسجد النور اللي هناك، اسمه سمسار، ايضا سمسا اعتقد سمسا، ايضا نظيف اوزباكستاني ممتاز جدا ونظيف ورخيص، اللي بكباب اللي بيشوي ايضا هناك. لا تنسى تروح عندهم مول اسمه ميجا مول، احفظه، تنزل مقطع تكتب ميجا مول يوصلك الى المول، كبير ويعني صراحه شغلات فيه وايد حلوه. وهذا اسمه كولسا، هذا المول اللي قدامك، ايضا في محلات كثيره، مول صغير ويعني اذا تبي تسوق تنزل تحت نفق يطلعك لبرا. هناك الاخضر اللي تشوفونه هذا بنكهم مشهور، ما نعرف اسمه بالروسي لاني لا اجيد اللغه الروسيه. علمهم هذا هو شكله، اللي بيفتح حساب اللي يدز حوالات انصحه بهذا البنك، لانه كل مكان والسحب الفلوس فيه ايضا كل مكان يعني، ايضا كل مكان يعني، فانا شفته مشهور هنا. علموا احنا وصلنا الى نهايه الشارع، لف يسار راح تشوف المطعم اللي راح اقول لك عليه. انا لا اغركم ترى ما اعرف روسي، بس ان شاء الله راح اخذ لي كورس شهر هنا، راح اتعلم شوي امشي حالي، عندي كم جمله قاعد اقولها لهم. لفينا يسار مو بعيد، راح اوريك المكان. اذا حابب تاكل عندك السوبر ماركت هذا، تشوف هني تدخل تنقي اللي تبيه حسب الاسعار، اللي يبي ياكل كافيار مو غلط. اول ما تتعدى الاشاره هذه راح يكون على يدك اليسار. هذا الشارع ايضا بجانب اللي هو باونا. هذا هو يا عمري، هذا هو، من ما تشوفونه راح ندش داخل ان شاء الله. هذا هو شغلات دياي، لحم اللي تبي، سلطه، شاورما، تبي حلويات، تبي السمسه، فطاير بلحم، جبنه، حليب، عفوا لبن، موجود كل شيء، سعره نظيف ورخيص.
وهذه الأسعار طاجيك ومسلمين. السلام عليكم. أهلا أهلا سلم. أوكي شباب أنا هنا ستوب وكمل المقطع بعدين. السلام عليكم. كازان من منظر خوش شوبينج سنتر. كازان من منظر فوق البناية جميلة كازان. ركز عليها ها. مطر صار له اسبوع. يلا حط امبريلا والامور طيبه. موقع رائع جدا. سلام.